مع قرب تحرير كامل مدينة حلب من رشد الإرهاب الوهابي والتكفيري ثمة كثير من التساؤلات عن أثار تحرير المدينة التي استحقت عن جدارة لقب عاصمة الاقتصاد السوري. هيا ترى كيف يرى أصحاب الشأن الاقتصادية مؤشرات الاقتصادية لعودة كامل مدينة حلب إلى حضن الوطن. حلب الآن عادت وعادت حركة النشاط الاقتصادي، وأعتقد أن هذا سينعكس على كل الجوانب الاقتصادية من الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك، وعلى أن دورة النشاط ستتفعل، وخاصة حلب بموقعها التاريخي بموقعها الجغرافي من خلال جوارها مع المنطقة الشرقية مع منطقة إدلب مع الساحل. لذلك أقول على أن كل المؤشرات الاقتصادية ستتحسن إن شاء الله بعد إعلان التحرير الكامل عن حلب. ولا ننسى أن هناك منطقة صناعية موجودة في حلب، هذه المنطقة التي استوعبت أكثر الصناعات تطورا سواء كانت غذائية أم النسيجية أم الطبية أم الأدوية أم إلى آخره. من هنا قد أقول لك وأنا أعرف جغرافية حلب جيدا أنه لا يوجد بيت في حلب إلا وفيه صاحب مهنة أو حرفة في حلب، ولذلك كان حقد الأردوغان وجماعته على أن يسرقوا هذه المدينة ويسرقوا معاملها ومصانعها وفي وضح النهار. لذلك أعود أن عودة حلب ستؤثر تأثيرا كبيرا مباشرا على كامل ومجمل الحركة الاقتصادية السورية.